الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله أفضل العدة لنا في الآخرة، وإنه من اتقى الله في هذه الدنيا نجا في الدار الآخرة، ومن كانت حاله بعيدة عن التقوى في الدنيا فحاله بعيدة عن النجاة في الآخرة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال ربنا: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال جل من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام، يعني طريق النجاة والسلامة ونهج الاستقامة، وينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عنوان خطبة اليوم: أخلاقيات الأزمات، في جزئها الثالث. سبق أيها الإخوة أن الأزمات عادة تكشف عن المعدن النفيس في الناس وعن المعدن الخسيس، ولئن كنا مدعوين إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها في الأوقات عامة، فنحن في الأزمات أشد حاجة إلى هذا التحلي والتخلي. وعرضت الخطبتان الماضيتان لأخلاق ستة مهمة في الأزمات،
وهي عدم الهلع، الأمانة، التراحم، التكافل، التثبت، الأمل. وتعرض خطبة اليوم لواجب من واجبات المسلم في الأزمات. هذا الواجب مراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض. حديث اليوم عن مراعاة حدود الشرع في الدماء والأعراض والأموال. أيها الإخوة، في المكتبة الإسلامية عدد من الكتب التي تحدثت عن كبائر الذنوب. جمع مؤلفوها ومصنفو هذه الكتب كبائر الذنوب، إذ الذنوب كما تعلمون صغائر وكبائر، فكان أن جمع المصنفون في كتبهم هذه كبائر الذنوب. الملاحظ أن عدداً من هؤلاء المصنفين اختلفوا في بعض الذنوب، هل هي من الكبائر أو هي من الصغائر، غير أن جميع الذين صنفوا في كبائر الذنوب بلا استثناء أجمعوا واتفقوا واتحدت كلمتهم على أن القتل من كبائر الذنوب. لم يخالف في هذا أحد، بل إنهم تحدثوا في أمر أدق، راحوا يعددون أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، فوصلوا إلى أن الصحيح من الأقوال والذي يتفق مع الأدلة الصحيحة أن قتل النفس التي حرم الله أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اجتمعت هذه الأربع العقوبات في قاتل النفس التي حرم الله: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لو أن الدنيا كلها زالت أسهل وأهون على الله عز وجل من أن يقتل مؤمن بغير حق. روى إسماعيل بن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ قال: هل للقاتل توبة؟ فأعادها ثانية: ماذا تقول؟ قال: هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس: ويحك، أنى له توبة؟ سمعت نبيكم محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه متلبباً قاتله بيده الأخرى، يعني ممسكاً قاتله من مجمع ثيابه من عند رقبته بيده الأخرى، تشخب أوداجه دماً، يعني يقطر الدم من عروقه، حتى يوقفا، فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى: ربي هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. من أجل هذا أيها الإخوة، كان سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
خلافاً للأئمة الأربعة يقول إنه لا توبة للقاتل لعظم الجريمة ولعظم التهديد والوعيد والعذاب الذي جاء في حقه في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، تشديداً وتنفيراً وإبعاداً للناس عن القتل في الأيام عامة وفي زمن الأزمات خاصة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. لما قتل قابيل هابيل قال الله تعالى في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، وفي الآية التي تليها: فأصبح من النادمين. قال المفسرون: حصل له خسارة الدين والدنيا، وحصل له أنواع الندامة والحسرة والحزن، وهكذا كل قاتل ظلماً يحصل له ذلك الخسار والندم الذي لا دافع له. يعني يبقى هذا القاتل يشعر بحرقة وبقتل في داخله ولا مرد لهذا الشعور الذي يجده في الداخل، ثم بعد ذلك له عذاب عند الله ووعيد شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق. أرسل لهم كتاباً إلى اليمن فكتب فيه هذا القول: إن أكبر الكبائر عند الله تعالى يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور، يعني من الأمور المهلكة التي لا منجى منها، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك دم حرام بغير حله. لكل ما سبق أيها الإخوة، كان القتل محرماً في الشريعة الإسلامية، وهو محرم في كل شرائع السماء، لأن الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله واعتدى على صنع الله في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فواجب على كل عاقل في الأزمنة عامة وفي الأزمات خاصة أن يرعى حدود الله وألا يتعدى حدوده في قتل المؤمنين. وكما أن الشريعة حرمت القتل بغير حق، حرمت الإعانة على القتل وحرمت الأمر بالقتل. فكل من قتل مؤمناً بغير حق، وكل من أعان على قتل مؤمن بغير حق، وكل من أمر بقتل مؤمن بغير حق فهو شريك في الجرم، شريك في الإثم. حدث في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابناً له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلاً، فقالت لهذا الخليل: إن هذا الغلام يفضحنا إذا عاد زوجي فاقتله. فأبى أن يقتله فامتنعت منه حتى يفعل، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة
ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء وألقوا به في البئر، ثم ظهر الحادث وفشى بين الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة يسأله ماذا أفعل، اجتمعوا على قتل هذا الإنسان، فكتب إليه عمر أن اقتلهم جميعا، وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، والله لو اجتمع أهل صنعاء على قتل هذا الإنسان لقتلتهم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا عظم قتل المؤمن بغير الحق أيها الإخوة في هذه الشريعة. كل هذا الذي تسمعون إنما هو لصيانة دم المرء المصان دمه وحماية الأنفس في الإسلام، بل الأمر أكبر من ذلك، فقد جاء في الحديث من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، يعني قال للقاتل أق وسكت، نصف كلمة، لم يقل أقتل، قال أق وسكت، من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. قال المناوي في شرح هذا الحديث وذلك لأن القتل أخطر الأشياء شرعا بعد الشرك وأقبحها عقلا. وقال الطيبي هذا وعيد شديد لم يرى أبلغ منه، أن امرأ لو أعان بشطر كلمة آيس من رحمة الله، قال هذا وعيد لم يرى أبلغ منه. وعن عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول، سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمد أو محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني سر لأنه فعل هذه الفعلة، شعر بأنه منتصر، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لم يقبل الله منه فرضا ولا سنة. والحديث رواه أبو داود. وجاء في سنن النسائي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل يعني يوم القيامة آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول الله فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه، يأخذ جريرة قتل هذا الإنسان. وفي رواية يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان لأجل إعزاز فلان أو مساعدة فلان. قال راوي الحديث فاتقها، يعني اتقي هذه السيئة القبيحة المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح. يا أيها الإخوة، هذا حديث عن واجب من واجبات المرء في الأزمات، عنوانه مراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض.
نسأل الله عز وجل أن يجنب بلدنا سفك الدماء، وأن يجنبها الغلاء والوباء وتسلط الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.